الأرض أمام هذا القصف المكثف من الجيش السوري. نعم، كذلك مراسل شبكة شام الإخبارية أختي كريمة. تفضل. الآن من مدينة دمشق التي تعاني مجازر عديدة، يعني مجزرة نهر عيشة الذي ذهب ضحيتها حوالي 22 شابا إعدامات ميدانية، وفي كفر سوسي يعني وصل عدد الشهداء إلى تجاوز حوالي 25 شابا، يعني تم تصفيتهم بطريقة شنيعة وبإعدامات ميدانية. كذلك اليوم يعني حملت المداهمات والاعتقالات والاعدامات الميدانيه للشباب في مناطق حي كفر سوسة مثل مناطق القاري والهادي والكاتب واللوان، اكثر من 20 شخصا اعدموا ميدانيا في كفر سوسة. يعني حدثنا من التنسيقيات يعني عن المشاهد المروعه التي حدثت قبل قليل في منطقه كفر سوسة، انه في البدايه اعدموا رجلا مسنا كبيرا امام اولاده، ثم اخطبوا اثنين من ابنائه، وبعد ساعه وجدوا مقتولين، وبدات المجزره في حي الهادي قرب دوار المول ببشاعة منقطعة النظير. الدبابات الآن متمركزة على المتخلف الجنوبي تحت جسر الجوزة وقرب دخلة نهر عيشة، تطلق قذائفها على الأحياء الجنوبية من كفر سوسة ونهر عيشة مترافقة مع أطلاق نعم صهيب. نكتفي بهذا القدر صهيب القاسم، عضو مجلس قيادة الثورة من